كابتن علاء، آخر سؤال عندي لك هو فترة التوقف قربت بعد الجولة الحالية الرابعة، بيكون في فترة توقف، إيش بيكون تأثيرها على الأندية؟ طبعا هذه فترة التوقف يجب على كل الأندية أن تستغلها في التصحيح، يعني لا سيما الأندية اللي وضعها يعني بالعامية مش تمام، يعني نتكلم على أندية ما وفقت في محترفين، ما نتكلم هنا الاستغناء عن المحترفين أو إلغاء عقود مدربين، ولكن التصحيح المراجعة. بعض الأندية للأسف وكثير من الأندية السعودية ما يوجد عندهم يعني فني، مدير فني مختص بمراجعة ومناقشة المدرب، هذا موجود في جميع أندية العالم، إلا إحنا يعني الموضوع في المملكة العربية السعودية بعض المدراء الفنيين يكون ليس له علاقة أصلاً بالرياضة لا من قريب ولا من بعيد، مع أن كل نادي يملك من لاعبيه القدامى، يملك من لاعبين ومن خبراء غير اللاعبين كمدراء منتخبات سابقين يستطيع أن يسعفوهم في تصحيح الأوضاع، أفضل بكثير من ضخ الأموال آخر السنة على أنه ننافس على عدم الهبوط، ندفع على كل مباراة مليون ريال مكافآت اللاعبين بحيث نكسب فقط 3 نقاط. كنت معي من جدة اللاعب الدولي السابق علاء الكويكبي، شكرا جزيلا لك.